الجزائر والمغرب وقطر البلد المنظم إلى الدور القادم. حفيظ دراجي استمعنا إليه وهو يعلق على المباراة بحماس كالعادة، غضب كبير في الشارع الرياضي التونسي على طريقة تعليقه، خاصة وأنه يعتبروه منحاز دائما للفرق المنافسة للمنتخبات التونسية والنادي التونسية. لكن اليوم كمتفرج بعيد عن الميكرو، كيف يقيم أداء المنتخب الوطني التونسي خاصة في المباراة الأخيرة ضد المنتخب السوري؟ تعيس جدا، تعيس مقارنة بالمباراة الأولى، تعيس بالنظر لقدراته، تعيس بالنظر للاعبين اللي موجودين عنده، تعيس بالنظر لسمعة تونس كمنتخب مرشح منذ البداية لمنافسة على اللقب رفقة قطر ومصر والجزائر والمغرب، هذه المنتخبات المرشحة واللي ما تزال مرشحة. أمام منتخب سوريا كان تعيس جدا، قلت لك تعيس الآن نزيد لها جدا، لأنه لما نذكر بأنه نزيد لها جدا لما قريت بعض التعاليق. فهمتني يا عادل؟ فهمني. لما قريت بعض التعاليق التي ممكن لم يعجبها تعليقي زدت كلمة جدا، مش فقط تعيس، لأنه قلت تعيس احتراما للجمهور بالدرجة الأولى، ولو أنه كلمة تعيس عادي جدا، قد أكون أنا تعيس ولا أنت تعيس في تقديم البرنامج، تعيس كنت في برنامج في عدد معين عنده علاقة لا بتونس ولا بشعب تونس ولا بتاريخ تونس ولا بتونس الجارة ولا بتونس سميها ما شئت. فالناس لازم تبقى في الكرة. أنا أتحدث، تعرف لو كان تونس اللي لعبت أمام سوريا لو كانت هي الجزائر كنت تقول كلام عمرك ولا تسمعه، لأنه منتخب اللي ما يعمل ولا فرصة خلال الشوط ولا فرصة. أتحدى أي واحد يعطيني فرصة تونسية في الشوط الأول ما عدا الكرة الثابتة ركنية ومخالفة. منتخب اللي ما يعمل ولا فرصة في كأس عرب أمام منتخب سوري، مع احترامي له يعني سوري مش ما كانش المنتخب اللي هاي فوز عليك بهدفين لصفر، هدفين لصفر وما يخليك تعمل ولا فرصة في الشوط الأول، الشوط الثاني تقريبا حتى في الربع ساعة الأخير طبيعي كان رد فعل على الهدف الثاني، فأكيد يكون تعيس. أنا ما نعرف نجامل عادل خويا، مشكلتي أنني لا أعرف المجامل. الناس اللي تنتقدني نطرح عليهم سؤال، ماذا ينتظرون أن يقول المعلق سواء تونسي أو جزائري أو أي واحد على منتخب تعيس؟ ماذا ينتظر المشاهد من معلق يشوف منتخب سوري بتلك الجرأة بتلك الشجاعة بتلك التنظيم الدفاعي؟ نتكلم جرأة وشجاعة وتنظيم دفاعي، ما تكلمش على مهارات وعلى، لأنه مهارة تونس أفضل من مهارات. أما إذا كان ينتظر الجمهور أن المباراة تلعب وسوريا تسجل وتونس تعيسة، وأنا نحكي لهم نقول لهم هذه تونس ما شاء الله، تونس البيضاء أو الصفراء أو الخضراء، وفازت بكأس إفريقيا 2004 وتأهلت لمونديال خمس مرات، وهذه اللي كاين يلعب فيها طارق دياب واللي كاين يلعب فيها الكعبي والعقربي ومش عارف واش. أنا ما نعرفش نقول، أنا نعلق على مباراة، نعلق على ما أرى. أنا المنتخب الجزائري ما سلكش مني عندما تقتضي الضرورة، ما عندهاش علاقة بكره الجزائر. لما تنتقد أو أنتقد الجزائر، مش الجزائر، أنتقد ممارسات في الجزائر، هل عندها علاقة بكره الجزائر؟ كاين واحد يكره بلاده؟ كاين واحد يكره بلد آخر؟ نحب بلدي لكن ما نكره تونس والترجي ومش عارف وين، أنا ما عنديش علاقة. لكن خليني نكون يعني صريح معك، نزيد لك باش نخلص الكلام. يعني حفيظ، هناك غضب كبير من الجمهور الرياضي التونسي على أدائك، تتصيد الفرصة اوكي لرد الفعل وتتصيد اي هزيمه او اي مردود متواضع لمنتخب او لفريق، وخاصه للترجي لما يلعب في رابطه الابطال الترجي الحكايه، لتبرز يعني خلينا نقول كرهك وحقدك وبغضك وكل ما له علاقه. يا ساتر يا ساتر، انا اقول لك يا ساتر، كل يا ساتر المصري الدور، وانا جبته بشي ساتر. تعتقد بانه في فريق خسران والناس تقول ده انتم 100 واحلى فرقه وهتاخدوا البطوله؟ ما لا احنا ما كناش نقول هذا، ما ينفعش، ده مش محايد، دي كلمه عادي. بارك الله فيك. يعني انا فرقه خسرانه بقول لا ده انتوا تعظيم سلام وانتوا 100 لا ما تقولش تعظيم سلام، لكن اللي نجم يقوله زاد معلق في مباراتك يكون هو محايد. الفرصه الاخرانيه نتاع المنتخب التونسي ضد الفريق السوري كان قال مع تحفيظ من الطف الله مرت سلامات على على مرمى المنتخب السوري. اسكو الطف الله كويس، انما ما جاش جول ثالث. كيفاش ما جاش جول ثالث؟ لكن فما احنا نقولوا شويه على الاقل، كان ما فماش سوء نيه، كان فماش غير محبه للتوانسه. حفيظ، ديجا نقول لك باش نبداو نحكيو بكل امانه،
انت عندك مشكله مع الكره التونسيه صراحه. انا كابتن ناصر بس مش هقطع كلامك، في مثل عندنا في مصر بيقول لك ايه، حبيبك اللي بيحبك بيبلع لك الزلط. يعني انما ده هو ده التصايد بقى. انت يا جماعه ما تسيبش الامور الفنيه وتسيب لي المنتخب. لا عارفين مشاكلنا. لا سامحني، احنا عارفين مشاكلنا وما نستحق حتى حد باش يورينا مشاكلنا. احنا المنتخب التونسي عنده مشاكل، عندنا مشكل في الاطار الفني، في اللاعبين، في عندنا برشا مشاكل هذيك داخلين. لكن المعلق ولما يكون محايد ما يطلبش من لطف الله انه اليوم المنتخب التونسي ما سجلش بند الكوره خارج المرمى. ما يصيرش. وبعدين انا بس مش معقول. هذا حفيد يجي من عندك انت يا كابتن محمد. انت لسه انت ناطق رسمي عليه. يحضر يا ناصر. انا بس بتكلم على كلمه حفظ. يا استاذ انت ناطق رسمي. يا استاذ ناطق يا كابتن. انا شفت كلمه ما عجبتنيش فبرد عليها. مش هو يجاوب عليها، مش انت يجاوب عليها. انت لسه لسان دفاع على حفيد. لا مش لسان دفاع بس. طبعا كلمه حقد دي في الكوره يا جماعه كبيره. حقد دي في الكوره انت في مصر في مباراه ام درمان لما خاض المنتخب الجزائري مع المنتخب المصري مباراه فاصله من اجل التاهل لكاس العالم، كل النقود وكل الكلمات سمعناهم غلط. كادت تكون هناك حرب بين الجزائر ومصر على مباراه ده غلط. واقول لك يعني شو اللي حابين تقول فيها؟ شو اللي حابين من الاعلام اللي حابين يقولوه يا كابتن يهديك؟ اللي كرة القدم هي المجال الوحيد اليوم للشعوب باش تتنفس، خاصة كما نقولوا الشعب التونسي وبعض الشعوب اللي تمر ببعض الظروف الاستثنائية لأوضاع استثنائية أجبرنا أن نعيشها. طيب أنت لما تستفزني بهذه الطريقة وتستفزني بهذا الأسلوب وتستفزني ببعض الكلمات وأنا في وضع نفساني صعب وفريقي منهزم وأشياء غير أنا مش مشاكل نفسي اجتماعية وغيره وأنا المتنفس الوحيد، المعلق اللي نسمع فيه يكمل على خسارتي، يكمل يذبحني، يكمل ينقلني إيه؟ بطريقه فيها برشا استفزاز وبرشا ردود فعل سلبيه. خلينا نتكلم. يلا تفضل. خليك تتكلم. انا بيا حفيظه تعلق على الكلمه هذه معناتها ما تتقالش من معلق محترف يكون عنده الحياديه. بالله لو سمحت. كلمه حلوه. كلمه حلوه. ما بعرف نحكيو في الكلام الحلو. تو يجي الكلام الحلو، تو يجي الكلام الحلو. انا جايك. نبدا على اليمين، انا لست طبيب نفساني، انا معلق. نرجع عليك، اتحداك لو تجدني قلت هذا الكلام. موجوده. وش قلت الكلمه؟ موجوده. انت قلت لطف الله. لا لطف الله ان الكره مرت بسلام على الدفاع السوري. مستحيل نتخاطر انا وياك على اي شيء اذا قلت كلام مثل هذا. وانا ليس دفاعا والله عنك، انا مش شايف كلمه عاديه جدا. الحمد لله ان احنا عدت بسلام. ما جاتش جول حتى على منتخب بلادي ما نقولهاش. لو الجزائر هي سوريا ما نقولهاش بذلك الشكل. هذه واحده. ثانيا انا قلت له في البدايه، حاولت انني نقول كل شيء في البدايه باش نطوي الملف هذا. انا مشكلتي انني ما نعرفش نطبل. المصريين يعرفوا معنى الطبل، نستعمل كلمه يفهموها المصريين والتوانسه يفهموها الجزائري. انا ما نعرفش نطبل. منتخب سوري فاز بهدفين مقابل صفر على تونس، نعطي له حقه ما 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 من دون اهانه لمنتخب تونس، لانه انا نعرف تونس. وبعدين انا لا اتكلم على تونس البلد ولا تونس الشعب، نتكلم على تونس منتخب ذو مجموعة لاعبين يمارسوا كرة. تونس المنتخب تعيس جدا في تلك المباراة، غدوة قد يلعب مباراة توب، وسأقول بأنه اليوم لعب مباراة توب. انت لو تسمح لي يا كابتن حفيظ، المباريات اللي زي دي والبطولات اللي زي دي فرصة ليك ان انت تكتشف الاخطاء، ما توصلش للبرج العاجي وخلاص. يا احنا بعد اول ماتش الصراحه قلنا تونس هو صح. حد هيقدر على تونس خمسة. ده تونس ما فيش حد هيقدر يقرب منها. لكن لما اجي انا واللعيبه، بعض اللعيبه يصيبها الغرور وان احنا خلاص المنتخب اللي ما فيش زينا، واجي مباراه زي كده تكشف لي الاخطاء. ولا فرصه في الشوط الاول ولا فرصه. مباراه زي كده يا كابتن تنزلني من البرج اللي انا فيه، عشان يا فرحتي خلي تونس تفوز ببطوله كاس العرب وما تصعدش كاس عالم. بالعكس انت يا كابتن ناصر لازم تفرح للي بيواجهك باخطائك.